للأسف الشديد، للأسف الشديد كان فيه رسالة كتبها أحد الضباط الشهيد هيبة، محمد هيبة، على صفحته على الفيسبوك، محمد وهبة، وكأنه بيستشعر الأجل، وبيقول إنه لن يبقى شيء في الدنيا إلا الكلمة الطيبة والعمل الصالح ومجموعة من الكلمات والمفردات الطيبة التي تنم عن إنسان نقي السريرة ويعني بيتقبل كل شيء. لكن يؤسفني إنه جريدة الوطن نشرت بعض الحوارات الموجودة خلال أحد وسائل التواصل أيضا، وبيتحدث فيه الشهيد محمد مع يعني فتاة خطبته على علاقة بأي شيء يعني، وكلام محترم للغاية. أنا قرأت كل كلام، كلام محترم للغاية، لكن السؤال ما هو المغزى من نشر هذا الكلام في هذا التوقيت؟ سؤال. أنا بسأل الزميل العزيز الصديق محمود مسلم، حضرتك قاعد فيه دلوقتي في أبو ظبي أو في دبي، في بنتكلم نقول كيف يكون أخلاقيات المهنة وأخلاقيات الصحافة. أنا تاني بقول، هل من الأخلاقيات المهنة إن أنا يعني أهيل التراب أو أحاول أن أهيل التراب على أحد الشهداء في يوم عرسه، في يوم شهادته، في يوم استشهاده بهذا الشكل؟ أنا حزين تماما ممن قامت به صحيفة الوطن اليوم، وأنا سأتواصل بعد الحلقة مع المسؤولين عن جريدة الوطن، ويا ريت تجيبوا لنا حد، لأنه أنا هذه الصحيفة وطنية يعني المهنية واضحة، لكن هذه السقطة أنا أعتقد أنه سقطة تستحق التحقيق. يعني ومين قال أنه هذا الحوار، مين يضمن أن هذا الحوار كان موجود من تليفون الضابط الشهيد مع حد تاني؟ يعني رفقا بالشهداء، رفقا بالمهنية، رفقا بالوطن، رفقا بنا، واحنا رفقا بالمشاهد، لأنه هناك ما لا يغني ولا يسمن من جوع.